الكبير كبير والنص نص نص والصغير ما نعرفوش. سامعني يا حاج احمد؟ عشان الناس بتاع كاتالونيا اللي كانت مستنيه ان الريال يقع النهارده، الريال ما بيقعش. الملكي في ويمبلي، يعني هي حتى بص لايقه كده، الملكي في ويمبلي. نخسر واحد يقوم يجي لك واحد ما تعرفلوش اسم، ما تعرفش هو جاي منين، يسجل لك الكامباك التعادل 88، هوب يروح لسعك في 92 على طول، تلاقي الملكي وصل ويمبلي وبيلعب النهائي معرفش للمره ال 682 في تاريخه، عشان هي بطوله واخده ختم الكبير، والكبير بتاع اوروبا هو ريال مدريد. يعني البطوله دي تتسمى دوري ابطال مدريد او دوري ابطال ريال مدريد الاوروبي. فرقه ما باي مدير فني، بس طبعا المستر، لا المستر يا جماعه، كارلو الطليان والشياكه والاناقه ورفعه الحاجب والبدل الطلياني والحلاوه الطلياني، المستر الكارلو الانشيلوتي متمرس. يعني تحس ان هو بيروح ريال مدريد دي زي ما انت تكون نازل ميدان روكسي كده، راح تجيب شويه ايس كريم وتمشي. يعني الموضوع بالنسبه له بيس اوف كيك في منتهى السلاسه والاناقه والشياكه اللي في الدنيا باي جيل معاه. يعني انتوا يا جماعه انتوا متخيلين ان الجيل ده، الجيل اللي انتوا شايفينه ده اللي هو انت اجمد واحد فيه ممكن تكون عارفه توني كروس ولا بلينجهام مثلا ولا مودريتش، بعد ما كان معاه جيل مين بقى؟ بنزيما ورونالدو وبص ومارسيلو وجارث بيل والحمل دي كل، ودي ماريا قبل كده والونسو بص وحنف ابو دقه وغير ابو دقه وغيره بص كل الاسماء دي راحت، ويبقى ريال مدريد هو كبير القارة الأوروبية بلا أي منازع ومن غير ولا كلمة ومن غير ولا حرف. والكبير كبير والنص نص نص والصغير ما نعرفوش.